السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم في خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نحضروا فيغين بذوق سنيكرز، طعمهم رائع جدا، يحضروا في وقت قياسي، يعني ما يطلبوش برشا وقت وما يطلبوش برشا مكونات. خليكم معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. لهنا نستحقوا 600 مليلتر حليب، معاهم 60 غرام سكر. هنا خديت سكر اسمر، نجموا بالطبيعه تاخذوا سكر ابيض اذا ما عندكمش. وباش ناخو 35 غرام نشا مايزينا، مع المكونات هذه الكل باش نزيدو 3 ملاعق اكل كبار زبدة فول سوداني. هذه حضرتها في المنزل، سبق لي وحطيتها في الشان، حطيت لها فيديو وحدها في الشان، نخليكم الرابط في صندوق الوصف بالنسبة للعباد اللي مازالت ما شفتهاش. نحلو المكونات اللي حطيناهم الكل مع بعضهم في البارد، ديما كي نحطو نشا ماذا بينا نحطوه على حاجه بارده ونحلوها، ومن بعد ما نحلوهم بالكدا بالكدا نحطو الخليط الكل على النار ونقعدو نحركو فيه حتى لين يغلي ويطيب. كتيب نهبطوها من على النار ونصبوها ديريكتومون في الفيغين اللي عندنا، نصبوها وهي سخونه باش تاخذ الفورمه نتاعها، على خاطر بعد كي تبرد بالطبيعه باش يعني تشد روحها تجمد اكثر من هكا. نخليوها تبرد كومبليتمون قبل ما نكملوا نحطوا لها الكراميل. بعد ما بردوا لي فيغين حضرت كراميل كيما هكا باش نصبوا فوق لي فيغين من الفوق. النوع نتاع الكراميل هذايا هو اللي فيه المطه اللي نلقاوها في الشوكولا سنيكرز ولا تويكس، معناتها تبدا تاكل الشوكولا تحس فما كراميل فيه مطه. هذايا الكراميل سبق لي وهبط له فيديو وحده في الشين، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. لهنا باش نحطه هو سخون في البوشادوي، بعد نحطه في الفيغين من الفوق. كان خدمتوه من قبل الكراميل حاولوا تسخنوه قبل ما تحطوه، على خاطر كي يجمد يعني يقعد وديما طري، اما يشد روحه اكثر من هكا وما نجموش نحطوه يعني في الفيغين وهو بارد. دونك احسن حاجه نسخنوه وبعد نحطوه كما تشوفوا فيا تو في الفيديو. بعد ما كملت حطيت الكراميل رشيت عليها شويه كاكاوات كونكاسي، هذه الكاكاوات لهنا انا حمرتها وبعد هروشتها زينت بها من الفوق. تنجموا بالطبيعه تزينوا كيما تحبوا وتنجموا تزيدوا دي مورسو دو سنيكرز كيما عملت انا في الـ في الـ في الفيديو. بعد حطيت شويه دي مورسو دو سنيكرز من الفوق، تنجموا تحطوا تنجموا ما تحطوش. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تحليه سهله وسريعه على الاخر والقوم تاعها بالحق بنينه بنينه على الاخر. انا اول مرة بصراحة نجربها وعجبتني على الاخر.
هذه هي كانت التحلية متاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش اذا جربتوها قولوا لي رايكم في التعليق، وتوا نخليكم ونقولكم في امان الله.